اهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في هذه الحلقه العاشرة من المسابقة الكبرى. هذه الحلقة التي هي حلقة منافسة بين أربع فرق، ستواجهنا منها فرقتان وتبقى معنا فرقتان لتتأهل للمرحلة الرابعة. إذن كانت معنا قبل الفاصل فرقة الميناء وفرقة نواكشوط المختلط، ودعتنا فرقة الميناء وبقيت معنا أو تأهلت معنا للمرحلة الرابعة فرقة الميناء، عفوا نواكشوط المختلطة. إذن الآن معنا تيارت وتجني، ستتأهل إحداهما وتودعنا الأخرى في نهاية الحلقة بإذن الله. إذن المنافسة كما قلنا في البداية محتدمة بين جميع الفرق، لأنه في هذه الحلقة فرقة ستتأهل وتسقط فرقة أخرى، لذلك نرجو التوفيق للجميع لجميع الفرقتين اللتين معنا الليلة وهما تجنين وتيارت، وسنبدأ على بركة الله في تقسيم القصاصات كما يقول عبد المجيد لكي نعرف أسئلة كل فرقة مع من. إذن القصاصات كما قالت ليلى ها هي أمامي، أدعو أحد الجمهور ليأخذ هذه القصاصات ويضع كل قصاصة أمام الفريق التي ستكون من نصيبه. إذن 21 30 فريق تجنين. إذن أسئلتكم معي وستكون 21 إلى 30 أسئلتكم معي. نعم 31 40 31 إلى 40 ستكون مع أسئلتكم معي. إذن نتمنى التوفيق لكلا الفرقتين. إذن السؤال الأول معك عبد المجيد. السؤال الأول بالنسبة لفريق تجنين يقول: صحابي جليل قتله المسلمون بالخطأ في أحد، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديته فتصدق بها ولده على المسلمين، من هو هذا الصحابي؟ صحابي جليل قتله المسلمون بالخطأ في أحد، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديته فتصدق بها ولده على المسلمين، من هو؟ الخيارات تقول: هل هو ياسر والد عمار بن ياسر، أم اليمان والد حذيفة بن اليمان، أم عبادة والد سعد بن عبادة؟ هل هو ياسر والد عمار بن ياسر، أم اليمان والد حذيفة بن اليمان، أم عبادة والد سعد بن عبادة؟ إذن من هو؟ الخيار الثاني اليمان والد الحذيفة. اليمان والد حذيفة بن اليمان، والإجابة صحيحة. إذن إجابة صحيحة لتجنين يا فريق تيارت. يقول سؤالكم: ولست أبالي بعد كل خريدة إذا كنت شيخا نحو يا أم سالمي، ما إعراب شيخا نحو؟ ولست أبالي بعد كل خريدة إذا كنت شيخا نحو يا أم سالمي، ما إعراب شيخا نحو؟ عدل السؤال شو لو سمحت. ولست أبالي بعد كل خريدة إذا كنت شيخا نحوي يا أم سالمي، ما إعراب شيخا نحوي؟ إذن انتهى الوقت المخصص
للتشاور قبل أخذ الخيارات؟ إما الإجابة وإما الخيارات. الخيارات. الخيارات تقول: هل هو اسم كان أم ظرف مكان أم نعت؟ هل إعراب شيخ النحو هنا اسم كان أم ظرف مكان أم نعت؟ هل هو اسم كان أم ظرف مكان أم نعت؟ وبإعادة الخيارات انتهى الوقت، لذلك نرجو الإجابة. نشكركم على التقديم المتميز ومباركوا لأستاذ عبد المجيد على تكريم الإجبار على برنامج مفاهيم مصححة، وكانت فعلا تحتاج تصحيح أيضا مفاهيم. شكرا لك. ومع أنه قاعد أول ما يحتاج تكريم في كل برنامج قادم. أما الإجابة فهي نعت على بركة الله. هي نعت. إذا شكرا على تحية لزميلي عبد المجيد والإبراهيم، وأسف لأن الإجابة غير صحيحة. فالإجابة صحيحة هي ظرف مكان، لأن إعراب شيخ النحو هنا ظرف مكان. إذا السؤال موالي بالنسبة لفريق تجنين، يقول: من هو مؤلف كتاب النقد العربي والنقد الغربي؟ النقد الغربي والنقد العربي. في موريتانيا بالطبع. نعم. خيارات. خيارات تقول: هل هو الدكتور محمد ولد أبو عليبة، أم الدكتور محمد ولد تتاء، أم الدكتور حماه الله السالم؟ هل هو الدكتور حماه الله السالم، أم الدكتور محمد ولد تتاء، أم الدكتور محمد ولد أبو عليبة؟ هذه الخيارات. هل هو الدكتور محمد ولد أبو عليبة، أم الدكتور محمد ولد تتاء، أم الدكتور حماه الله السالم؟ انتهى الوقت المخصص. نعم. خيارات. الخيارات هل هو محمد ولد أبو عليبة، أم محمد ولد تتاء، أم حماه الله ولد السالم؟ أيهم؟ إذن الإجابة، الوقت انتهى قبل. الإجابة لا تأخذ ما ليس من حقكم. الإجابة. الإجابة، أو سأقول الإجابة وتنتهي القصة. نعم. والإجابة خطأ، لأنه الدكتور محمد أبو عليبة. إذن يقول السؤال الموالي بالنسبة للفريق الآخر بسرعة: الجمعة التي يشترط لإقامتها وجود 24 رجلاً ما هي؟ الجمعة التي يشترط لإقامتها وجود 24 رجلاً ما هي هذه الجمعة؟ إذن بدأ الوقت. الجمعة التي يشترط لإقامتها وجود 24 رجلا ما هي؟ إما الإجابة الآن وإما أخذ الخيارات. الخيارات. الخيارات تقول: هل هي الجمعة التي فيها صلاة الخوف،
أم الجمعة التي تصادف العيد أم الجمعة التي يحتضنها الجامع العتيق بكل مدينة؟ هل هي الجمعة التي فيها صلاة الخوف أم الجمعة التي تصادف العيد أم الجمعة التي يحتضنها الجامع العتيق بكل مدينة؟ جمعة صلاة الخوف. الجمعة التي تصادف صلاة الخوف هي الجمعة التي يشترط لإقامتها وجود 24 رجلاً. إجابة صحيحة. إذن هنالك تعادل الآن، لكن السؤال الآن هو سؤال ثالث بالنسبة لفريق تجنين. كان يرفض قبول أموال السلاطين والولات خشية أن يكون بعضها صادراً عن طريق ظلم أو تعسف أو شبهة. توفي خلال محاربته للحملة الفرنسية الغازية لمصر بقيادة نابليون سنة 98 700 و1000، ودفن بصعيد مصر، وهو عالم موريتاني مشهور، فمن هو؟ قلت إنه عالم موريتاني مشهور كان يرفض قبول أموال السلاطين والولات خشية أن يكون بعضها صادرا عن طريق ظلم أو تعسف أو شبهة. توفي خلال محاربته للحملة الفرنسية الغازية لمصر بقيادة نابليون سنة 98 700 و1000، ودفن بصعيد مصر، فمن هو؟ خيارات. الخيارات تقول: هل هو الشيخ ماء العينين أم الشيخ حماه الله أم سيدي الجلالي ابن أحمد بن سيد المختار السبعي؟ هل هو سيدي الجلالي ابن أحمد بن سيد المختار السبعي أم الشيخ ماء العينين أم الشريف الشيخ حماه الله؟ سيدي الجلالي. إذن سيدي الجلالي ابن أحمد بن سيد المختار السباعي هو الذي كان يرفض قبول أموال السلاطين والولات خشية أن يكون بعضها صادرا عن طريق ظلم أو تعسف أو شبهة، وتوفي خلال محاربته للحملة الفرنسية الغازية لمصر سنة 98 700 و1000، ودفن بصعيد مصر. السؤال الآخر يقول: كان أصم لا يسمع إلا القرآن، فمن هو؟ كان أصما لا يسمع إلا القرآن، فمن هو؟ خيرًا. الخيارات تقول: هل هو عبد الله الأصم أم هو قالون أم هو سعيد بن المسيب؟ هل هو عبد الله الأصم أم قالون أم سعيد بن المسيب؟ الخيارات تقول: هل هو عبد الله الأصم أم هو قالون أم هو سعيد بن المسيب؟ والوقت المخصص للإجابة انتهى. قالون الاحتمال الثاني. إجابتكم صحيحة. إذن فريق تشنين، السؤال الموالي يقول:
من التعلال حسبك يا عذول فلوم أخي الغرام هو الفضول. من التعلال حسبك يا عذول فلوم أخي الغرام هو الفضول. فما تغني الملامة من غرام تزول الشامخات ولا يزول. فلومك لا يؤثر فيه إلا كما في الصخر أثره العسيل. فلو شاهدت من أودى هواها بها ما لمت صبا يا عذول، ولكن قد جهلت الأمر منها وليس كعالم الأمر الجهول. من التعلال حسبك يا عذول فلوم أخي الغرام هو الفضول. فما تغني الملامة من غرام تزول الشامخات ولا يزول. فلومك لا يؤثر فيه إلا كما في الصخر أثره العسيل. فلو شاهدت من أودى هواها به ما لمت صبا يا عذول، ولكن قد جهلت الأمر منها وليس كعالم الأمر الجهول. من القائل؟ خيارات. الخيارات تقول: هل هو سيدي عبد الله الرازقة، أم هو محمد الحنبل الحسني، أم هو الشيخ سيدي محمد والشيخ سرية؟ هل هو سيدي عبد الله والرازقة، أم هو محمد الحنبل الحسني، أم هو سيدي محمد ابن الشيخ سرية؟ من التعلال حسبك يا عذول فلوم أخي الغرام هو الفضول. هذه هي مطلع الأبيات. إذا انتهى الوقت المخصص للتشاور بعد أخذ الخيارات. هل هو سيدي محمد الشيخ سرياء، محمد الحنبل الحسني، أم سيدي عبد الله الرازق العلوي؟ سيدي عبد الله. والإجابة خطأ، لأنه سيدي محمد والشيخ سيدي. أما سؤال فريق تيارت فيقول: من هو مؤلف كتاب النقد الأدبي الحديث في موريتانيا؟ من هو مؤلف كتاب النقد الأدبي الحديث في موريتانيا؟ خيارات لو سمحت. الخيارات تقول: هل هو الدكتور محمد المختار با، أم الدكتور محمد الحسن والمحمد المصطفى، أم الدكتور محمد لمين والمولى إبراهيم؟ هل هو الدكتور محمد المختار با، أم الدكتور محمد الحسن والمحمد المصطفى، أم الدكتور محمد لمين والمولى إبراهيم؟ هل هو الدكتور محمد المختار با، أم الدكتور محمد الحسن والمحمد المصطفى، أم الدكتور محمد لمين والمولى إبراهيم؟ إذن انتهى الوقت. مؤلف كتاب النقد الأدبي الحديث في موريتانيا من هو؟ مصطفى أبا الدكتور. نعم دكتور مصطفى أبا الأول. الاحتمال الأول دكتور محمد المختار أبا. للأسف الإجابة غير صحيحة، هو دكتور محمد الحسن والمحمد المصطفى. إذن السؤال الموالي بالنسبة لفريق تجنين يقول: صحابي جليل كان أول من قدم بالإسلام إلى المدينة، من هو؟ صحابي جليل كان أول من قدم بالإسلام إلى المدينة، من هو؟
سعد بن عمير. الإجابة خطأ لأنه أسعد بن زرارة. ذلك أول سفير في الإسلام، لكنه أول من قدم بالإسلام إلى المدينة. أسعد بن زرارة هو الذي هيأ ظروف لقدوم مصعب. السؤال الموالي يقول: قال فيه العلامة محمداً فال والمتالي: هذا عربي أخره الله، ولا تكاد تعد طبقة إلا بدأت به، وكل أخباره تكتب بالذهب، فمن هو؟ قال فيه العلامة محمداً فال والمتالي: هذا عربي أخره الله، ولا تكاد تعد طبقة إلا بدأت به، وكل أخباره تكتب بالذهب، فمن هو؟ محمد. نعم. محمد. محمد. والمحمد. ها؟ تقول محمد واللي اللي. والمحمد. والمحمد منه؟ أعتقد إنه محمد. والله محمد ومحمد والله. ليس ابن محمد. للأسف كان يمكن أن تأخذوا الاحتمالات. محمد وللطلبة هو من قيل فيه هذا، لذلك أتمنى أن لا تتعجلوا بعد الآن، لأن هذه حلقة الحسم والمنافسة حقيقية، إما البقاء وإما المغادرة، لذلك لا تجازفوا بأي سؤال. النقاط التي معك الآن كم هي؟ نقطتان فقط لدي، ومعي ثلاث نقاط. إذن السؤال الموالي يقول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا يا فريق تجنين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، فأراد أبو بكر أن يرده إلى حيث كانت ولايته، فقال له: لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو وأين كانت إمارته؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، فأراد أبو بكر أن يرده إلى حيث كانت ولايته، فقال: لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو وأين كان؟ الخيارات تقول: هل هو أبان بن سعيد وكان في البحرين، أم هل هو سعيد بن عامر وكان في الكوفة، أم هل هو عمار بن ياسر وكان في البصرة؟ هل هو أبان بن سعيد وكان في البحرين، أم هل هو سعيد بن عامر وكان في الكوفة، أم هل هو عمار بن ياسر وكان في البصرة؟ إذن الإجابة ما هي؟ أبان بن سعيد. نعم؟ أبان بن سعيد. والإجابة صحيحة. السؤال أنتم ثلاث نقاط والآن عندهم أربعة. الآن عندهم أربعة، وأنت ليس مخول لك الكلام هنا، وإذا تكلمت مرة أخرى ستخرج. واضح. في رئيس الفرقة هو الذي يتكلم. عبد المجيد، هي حلقة المنافسة. نعم، هي حلقة المنافسة لكنها ليست حلقة المشاغبة. بالتأكيد، لأن الوقت ثمين لكلا الفرقتين، وثمين بالنسبة لنا أيضا، لأننا نشهد الحلقات الأخيرة من هذه المسابقة. المشاهدين الكرام، إذن معنا الليلة للتذكير فرقتا تجنين وتيارت، أحد هاتين الفرقتين ستسقط بينما ستتأهل الفرقة الأخرى. ومعي الآن سؤال فريق تيارت، ويقول: في أي تاريخ تم تأميم شركة مناجم حديد موريتانيا باليوم والشهر والسنة؟ في أي تاريخ تم تأميم شركة مناجم حديد موريتانيا باليوم والشهر والسنة؟ اختيارات. إذن الخيارات تقول: العاشر من مارس 1974، أم 28 نوفمبر 1974، أم 20 سبتمبر 1975. خيارات لو سمحت.
العاشر مارس 1974 أم الثامن والعشرين نوفمبر 1974 أم العشرين سبتمبر 1975؟ مارس 1974 20 مارس 1974 ليست لدي في الخيارات، ربما تقصد العاشر مارس 1974. للأسف إجابة ليست صحيحة، لأن تأميم شركة مناجم حديد موريتانيا كان في 28 نوفمبر 1974. إذن السؤال الموالي أيضا في موريتانيا دائما يقول: في أي تاريخ تولى الرئيس المرحوم المختار ودادة رئاسة منظمة الوحدة الإفريقية باليوم والشهر والسنة؟ في أي تاريخ تولى الرئيس المرحوم المختار ودادة منظمة الوحدة الإفريقية باليوم والشهر والسنة؟ هل تولى الرئيس المرحوم المختار ودادة رئاسة منظمة الوحدة الإفريقية في 23 يونيو 1971 للميلاد، أم في 20 يوليو 1971 للميلاد، أم في 23 مايو 1972 للميلاد؟ إذن 23 يوليو 1971 أم 20 يوليو 1971 أم 23 مايو 1972؟ أيها كان تاريخ تسلم الرئيس المرحوم المختار ولدادة لرئاسة منظمة الوحدة الإفريقية؟ عاد الخيارات لو سمحت. خيارات تقول 23 يونيو 1971 أم 20 يوليو 1971 أم 23 مايو 1972؟ أيها كان تاريخ ترأس المرحوم المختار ودادة لمنظمة الوحدة الإفريقية؟ إذن الوقت انتهى بالنسبة لكم. الإجابة ثلاثة وعشرين يوليو 1701 ثلاثة وعشرين 1971 ثلاثة وعشرين يوليو. ليست عندي 23 يوليو، خيارات عندي 23 يونيو 1971، عندي 20 يوليو 1971، وعندي 23 مايو 1972. يونيو كم؟ الخيار الأول قال 23 يونيو 1971، والإجابة صحيحة. إذن السؤال الآخر يقول: والد أحد الشعراء العرب المشهورين كان مناهضاً للإسلام عند ظهوره ثم أسلم بعد ذلك، من هو ومن هو ابنه الشاعر؟ هو والد أحد الشعراء العرب المشهورين كان مناهضاً للإسلام عند ظهوره ثم أسلم بعد ذلك، فمن هو ومن هو ابنه الشاعر؟
هذا السؤال شو الاسم؟ انتهى الوقت المخصص للتشاور قبل أخذ الخيارات. الآن لديكم الخيارات فقط. خيارات. تقول الخيارات: هل هو عبد الله بن ربيعة وابنه الشاعر هو عمر، أم زهير بن أبي سلمى وابنه الشاعر هو زهير، أم رواحة وابنه هو عبد الله بن رواحة؟ هل هو عبد الله بن ربيعة وابنه الشاعر هو عمر، أم زهير بن أبي سلمى وابنه الشاعر هو زهير، أم رواحة وابنه الشاعر هو عبد الله بن رواحة؟ أطر السؤال هني أسلمة. هو والد لأحد الشعراء العرب المشهورين، كان مناهضا للإسلام عند ظهوره ثم أسلم بعد ذلك. من هو ومن هو ابنه الشاعر؟ الخيارات تقول: عبد الله بن ربيعة وابنه عمر، أم زهير بن أبي سلمى وابنه زهير، أم رواحة وابنه عبد الله بن رواحة؟ إذن انتهى الوقت. السؤال أعدت السؤال ثلاث مرات أو أربعة والاحتمالات أيضا، لذلك أرجو الإجابة. الإجابة: الإجابة عبد الله بن رواحة. نعم عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة هو الابن. إذن هل تقصد أن الإجابة هو رواحة والابن الشاعر هو عبد الله بن رواحة؟ إذن أسف كثيرا لأن الإجابة غير صحيحة، فالرجل هو عبد الله بن ربيعة وابنه الشاعر هو عمر. نعم، عبد الله بن ربيعة هو الذي ذهب مع عمرو بن العاص لاسترجاع المهاجرين من الأنصار إلى الحبشة. إذن السؤال الموالي بالنسبة لفريق تجنين وهو السؤال قبل الأخير يقول: باب أبوك أكبر من الأشياخ وعلم منهم وزين فعله، وانت لولا خوف الترشاخ من باب أبوك تعود عليه. باب دهر معين بذاك وتجيه الناس براك براك من الشرق ومن الساحل تجاك وتهدي من تل ومن قبله، وانت دهرك اللي يرعاك الخلق تمنكر وتمحله وعاد اللي يروق ضد معاك اللي يعمل فوق وتعلق يا سليمان. وعاقب ذاك منين العند الناس خله عدت انت هاك شمذاك اضطر لفريقك نزله وتلبس وتوحل ذاك وتسل ذاك من الوحلة وحلة من عسلة، ومع ذاك انت هو شوك تلبلة ومنين تمحلة زاد معاك الدهر ما بيتتمحلة. باب أبوك أكبر من الأشياخ وعلم منهم وزين فعله، وانت لولا خوف الترشاخ من باب أبوك تعود عليه. باب أبوك أكبر من الأشياخ، أريد من المخرج أن ينقص صوت الموسيقى. باب أبوك أكبر من الأشياخ وعلم منهم وزين فعله، وانت لولا خوف الترشاخ من باب أبوك تعود عليه. باب دهر معين لذاك وتجيه الناس براك براك من الشرق ومن الساحل تجاك وتهدي من تل ومن قبله، انت دهرك اللي يرعاك الخلق تمنكر وتمحله وعاد اللي يروق ضد معاك اللي يعمل فوق وتعلى يا سليمان. وعاقب ذاك منين اللي عند الناس خله عدت انت هاك شمذاك اضطر لفريقك نزل تلبس توحل ذاك تسل ذاك من الوحله واحله من عسله، ومع ذاك انت هو شوك تلبله ومنين تمحله زاد معاك الدهر ما بتتمحله. باب ابوك اكبر من الاشياخ واعلم منهم وزين فعله، وانت لولا خوف الترشاخ من باب ابوك تعود عليه. هذه الطلعه في مدح سليمان وللشيخ سريع، فمن هو قائلها؟ الخيارات تقول: هل هو أحمد والسويدي، أم محمد والهدار، أم محمد والمحمد اليدالي؟ هل هو محمد والمحمد اليدالي، أم محمد والهدار، أم أحمد والسويدي؟ خيارات: أحمد والسويدي، محمد والهدار، محمد والمحمد اليدالي. أيهم قال هذه الطلعة في مدح
الشيخ سليمان ابن بارود الشخصية. الإجابة إلى الوقت المخصص للتشاور بعد أخذ الخيارات. الإجابة إذن الإجابة الهدار محمد الهدار، والإجابة خطأ لأنه أحمد السويدي. إذن معكم حتى الآن 5 نقاط وبقي لكم سؤال واحد. السؤال يقول: تابعي جليل وقائد عظيم من أبطال المسلمين، قاد الجيوش 40 سنة، لما توفي كسر على قبره 40 لواء كما قيل، عرف بالصوم والجهاد، فمن هو؟ تابعي جليل وقائد عظيم من أبطال المسلمين، قاد الجيوش 40 سنة، لما توفي كسر على قبره 40 لواء كما قيل، عرف بالصوم والجهاد، فمن هو؟ خيارات. الخيارات تقول: هل هو أبو حكيم مالك بن عبد الله الخثعمي، أم قتيبة بن مسلم، أم المهلب بن أبي صفرة؟ هل هو أبو حكيم مالك بن عبد الله الخثعمي، أم قتيبة بن مسلم، أم المهلب بن أبي صفرة؟ إذن الإجابة. 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 قتيبة. نعم. الإجابة. الإجابة. قتيبة. قتيبة. قتيبة بن مسلم. للأسف إجابتكم غير صحيحة، لأنه هو أبو حكيم مالك بن عبد الله الخثعمي. إذن السؤال الأخير بالنسبة لفريق تجنين يقول: نعم، السؤال قبل الأخير أو قبل الأخير؟ قبل الأخير. قبل الأخير. إذن إما أن يكون الأخير وإما أن يكون قبل الأخير. قبل الأخير، على الأقل سنتأكد بعد أن نطرح السؤال. إذن يقول هذا السؤال: تطاول ليل النازح المتهيج، تطاول ليل النازح المتهيج، أما لضياء الصبح من متبلج، ولا لظلام الليل من متزحزح، وليس لنجم من ذهاب ولا مشي. تطاول ليل النازح المتهيج، أما لضياء الصبح من متبلج، ولا لظلام الليل من متزحزح، وليس لنجم من ذهاب ولا مشي. مطلع قصيدة عرض بها شاعر موريتاني قصيدة مشهورة لصحابي جليل، وقال إنه يتمنى أن يجتمع مع هذا الصحابي في ناد من أهل الجنة وينشد كل منهما قصيدته، ويحكم أهل الجنة بينهما أيهما أشعر. فمن هو هذا الصحابي ومن هو هذا الشاعر الذي عرضه؟ تطاول ليل النازح المتهيج، أما لضياء الصبح من متبلج، ولا لظلام الليل من متزحزح، وليس لنجم من ذهاب ولا مشي. مطلع قصيدة عرض بها شاعر موريتاني قصيدة مشهورة لصحابي جليل، وقال إنه يتمنى أن يجتمع مع هذا الصحابي في ناد من أهل الجنة وينشد كل منهما قصيدته، فيحكم أهل الجنة بينهما أيهما أشعر. فمن هو هذا الصحابي ومن هو الموريتاني الذي عرضه بهذه القصيدة؟
نعم. جوابه محمد للطلبة. القائد. نعم. والصحابي. الصحابي هو حميد بن ذوري. أصبتم في واحدة وأخطأتم في الأخرى. لا ليس حميد. إذا ربما نفكر قليلا في الصحابي نعطيكم بقية الوقت للتفكير في الصحابي. لا إذا ربما يكون الحل أن تعبد. وإذا تذكرتم مطلع قصيدة الصحابي أتجاوز لكم عن اسمي. مطلع قصيدة الصحابي. إذن نجي للخيارات. نجونا إلى الخيارات. لا يمكن. إذن ستكون لديكم نقطة وستسقط عنكم نقطة. الصحابي هو الشماخ بن اضرار، ومطلع قصيدته: ألا نادي أضعان ليلى تعرجي، فقد هجن شوقا وليته لم يهيج. صحيح. والشاعر هو محمد وللطلب. نقطة واحدة. نعم. إذن السؤال يقول: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الجائر من الولات تلتهب به النار التهابا، فمن هو؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الجائر من الولات تلتهب به النار التهابا، فمن هو؟ الجائر من الولات تلتهب به النار التهابا. الخيارات تقول: هل هو بشر بن عاصم الثقفي، أم أبو هريرة، أم أبو ذر الغفاري؟ هل هو بشر بن عاصم الثقفي، بشر بن عاصم الثقفي، أم أبو هريرة، أم أبو ذر الغفاري؟ وبشر بن عاصم. نعم. بشر. إذا لم تأخذوا الوقت الكافي لتتشاوروا بينكم، وربما لم تتشاوروا. تشاورنا والإجابة صحيحة. مع ذلك أتيتم بالإجابة الصحيحة. إذا معي هنا 6 نقاط لفريق تجنين، ومعي فقط للأسف 3 نقاط لفريق تيارت. سعد المجيد. لا 5. نعم. 5. 6. لا أستاذ المجيد، معهم 6. 4 كانت قبل كلام صاحبكم، واثنتين. لا أستاذ المجيد، واثنتين أتت بعدها. أستاذ المجيد، نحن كنا. نعم. لا 6. أنا متأكد. حاولون هنا 5. حاولون أستاذ المجيد 5. سنحقق مما هو. حاولون هنا. إذن السؤال الموالي يقول: السؤال الأخير سؤال الأخير بالنسبة لفريق تجنين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بني الأصفر، من هو ومن هم بني الأصفر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بني الأصفر، من هو هذا الصحابي ومن هم بني الأصفر؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بني الأصفر، من هو هذا الصحابي ومن هم بني الأصفر؟ الخيارات تقول: هل هو الجد بن قيس وبني الأصفر هم الروم، أم خالد بن الوليد وبني الأصفر هم الفرس، أم عمرو بن العاص وبني الأصفر هم المصريين؟ هل هو الجد بن قيس وبنو الأصفر هم الروم، أم خالد بن الوليد وبنو الأصفر هم الفرس، أم عمرو بن العاص وبنو الأصفر هم المصريون؟
والإجابة صحيحة. إذن السؤال الأخير بالنسبة لفريق تيارة، وللأسف حتى إذا كانت الإجابة صحيحة لن ينفع الأمر، ولكن سنطرح السؤال وستجيبون بإذن الله إجابة صحيحة. يقول السؤال: شاعر عربي قال مفاخرا: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. من هو هذا الشاعر؟ أبو علي المعري. إجابة صحيحة، وتحية لفريق تيار. نشكركم على مشاركتكم في هذه المسابقة، ونأسف كثيرا لأنكم للأسف الفريق الذي سيغادر هذه الحلقة. أيها المشاهدين الكرام، فرقتان وادعتا مسابقة المسابقة الكبرى الرمضانية، وفرقتان تأهلتا إلى المرحلة الرابعة من هذه المسابقة. غادرتنا للأسف فرقتا تجنين والميناء، وبقيت معنا فرقتا تيارت ونواكشوط المختلطة. بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة. في نهايتها تقبلوا تحيات زملائنا الذين كانوا معنا من وراء الكواليس في إنجاز هذه الحلقة: المصورون الشيخ باي والطويلب، ماء العينين والمحمد فال، ومساعد مصور الإمام. وفي الإضاءة كان معنا المصطفى والعليين وعلي الشيخ والعليين، وفي الصوت كان معنا مختار حبيب، وفي الإخراج عبد الله والبابا، وفي الإشراف الفني والإرسال كان معنا برتين كمدا. إذن أيها المشاهدين الكرام، نشكركم على كرم المتابعة لهذه الحلقة، ونتمنى أن تتابعوا الحلقات المقبلة من هذه المسابقة، لأن المسابقة لم تنتهي الليلة، وإنما للأسف غدا فرقتان سندخل في المرحلة الرابعة، وهي مع أربعة فرق أيضا، هي تفرق زينة عرفات ونواكشوط المختلطة وتجني. إذن شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.